طيب، اليوم إن شاء الله بدها تكون محاضرتنا عن الـ IBM One Model. تمام؟ بالإضافة للـ Expectation Maximization Algorithm. طيب، حكيت الـ Lexical Translation أو الترجمة اللي بتعتمد على المعجم، على الليكسيكون، انه بدنا نعمل لوك اب ان ذا ديكشنري، يعني انه لما نترجم كلمه معينه بدي اروح انه اطلع على الكلمه هذه في الديكشنري. يعني على سبيل المثال هذه الكلمه بالالماني ايش الترجمات المقابله لها الممكنه؟ انا عندي هذه الكلمه، هذه تمام، هاوس، بيلدينج، هوم. نعم، فبالتالي انا عندي هنا مالتيبل ترانسليشنز، تمام، وبعض الترجمات هذه أكثر تكرارا من الأخرى، صح؟ تمام، يعني على سبيل المثال إن house و building هي أكثر الترجمات الأكثر شيوعا لهذه الكلمة بالألمانية. تمام، في عندي حالات خاصة أو ترجمات نادرة، زي إيش مثلا؟ انه هذه الكلمه بالالمانيه انه تكون انه الترجمه اللي هي الشيل. ايش هي الشيل؟ الصدفه تبعت الحلزونه، تمام، بيت الحلزونه الشيل، تمام. طيب، كيف بدنا نحدد مين أفضل ترجمة؟ بدي أجمع statistics، يعني الـ statistic حسب الـ count. مر علينا سابقا إنه أنا بجيب الـ count، أنا عندي الـ house 8000، هذه الكلمة الألمانية، إنه هذه إنه ترجمة إنه ترجمة لا يعني تكون ترجمتها house 8000، building 1600، وهكذا. بعدين الخطوة اللي بعديها بدنا نعمل estimation لل probability بناء على ال count. فبناء على ال counts هدول بطلع أنا عندي ال probability إنه house ال E بتساوي house ال English word تكون 0.8، ال building 0.16. لاحظوا إنه هذا بيعكس ال frequencies، لأنه أصلاً ال probability هذه محسوبة من ال frequencies زي ما تعودنا. تمام؟ طيب، هذه الليكسيكال ترانسليشن، هذه الليكسيكال ترانسليشن. ايش الليكسيكال ترانسليشن؟ انه انا بترجم كلمات منفرده. طبعا انا بديش اترجم كلمات منفرده، ايش بدي اترجم؟ جمل. فبالتالي بحتاج ايش اسوي؟ اعمل الاينمنت. ايش الالاينمنت؟ انه كل كلمه في السورس لانجويج انه ايش الكلمه اللي تقابلها بالتارجت لانجويج. في هذا المثال اللي موجود عندنا انه صدفت انه كل كلمه تقابلها، يعني انه aligned مع الكلمه المقابله لها في التارجت لانجوج، يعني هذه 1 مع 1، 2 مع 2، 3 مع 3، 4 مع 4. تمام، ممكن انه يكون في عندي مثال ثاني، يعني كيف هذه انه بدنا نعملها formulation من خلال alignment function. تمام، وفي الالاينمنت فانكشن هذه انه انا بدي اعمل ماب للانجلش تارجت وورد في البوزيشن اي للجيرمن سورس اللي موجود في البوزيشن جي. فبالتالي انا عندي الاي هي الالاينمنت فانكشن بتعمل لي مابينج من اي لجي. في هذا المثال تمام، يعني على سبيل المثال انه هذا الالاينمنت، يعني حتى ممكن نيجي نشوفه تحت انه 1 لـ1، 2 لـ2، 3 لـ3، 4 لـ4، اللي هو نفس المثال هذا. يبقى الـ alignment function هاي A بعمل نقطتين، بفتح القوس تبع المجموعة، بقول إنه الـ index أو الـ position 1 aligned مع الـ position 1،
سورس والتارجت، اثنين مع اثنين، ثلاثة مع ثلاثة، أربعة مع أربعة. هذا لأي مثال؟ لهذا المثال اللي هو في السلايد السابقة. في التو ايش؟ لا أنا هنا بدي أترجم، بدي أترجم جمل، وعشان أترجم جمل بحتاج إني أعمل ألاينمنت. إيش الألاينمنت؟ إنه بدي أحدد كل كلمة إيش تقابلها، إيش الترجمة في يعني في السورس، إنه إيش الترجمة بتكون في التارجت في الجملة. إحنا بدنا ناخد فورميليشن الآن، كيف حنحدد الإندكس؟ حنجيت حنشوف حنشرح كيف، تمام؟ هاجيت هنا في مثال تاني بنحتاج نعمل ريأوردرينج، يعني على سبيل المثال انه هاي الجملة انا عندي بالالماني، وهاي انه the house is small بالانجليزي. في هذه الحالة انه واحد aligned لثلاثة، اثنين لاربعة، ثلاثة لاثنين، اربعة لواحد. الاوردر هنا مختلف في الالاينمنت، واضح؟ تمام؟ في عندي حالة انه بتكون انه ماني one to many translation، هذه برضو كيف بدنا بعملها formulation ببساطة، يعني زي هيك انه اربعة بتروح لاربعة وخمسة، فبالتالي هنا بروح بكررها. شايفين هنا؟ هنا عادة كله عادي، واحد واحد، واحد اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، لكن هنا اربعة اربعة، وبرضو هنا خمسة اربعة، تمام؟ انه هنا لا هو هيك انا بشتغل، تمام؟ من التارجت للسورس بالضبط، تمام؟ طيب حقيت الالاينمنت هذا كيف بدي اجيبه؟ بدي اجيبه من خلال الاي بي ام موديل 1. عندنا هنشوف بعد هيك انه هذا الموديل فيه اكثر من اوردر، يعني موديل واحد اثنين ثلاثة، وكل واحد ايش الاضافة تبعته. بس خلينا نفهم هذا بالاول. هذا عبارة عن جنريتيف موديل، بروح بعمل لي بريك للبريك اب للترانسليشن بروسيس انتو سمولر ستيب، تمام؟ وهو هنا بيستخدم الليكسيكال ترانسليشن في الالاينمنت، بروح ببني ترانسليشن تيبل بروبابيليتي لايش؟ للفورين سنتنس اف. الاف مكون من مجموعه من الكلمات اف 1 اف 2 اف 3 لغايه اف ال، تمام؟ واف ال هو عباره عن اللينث تبع الفورين سنتنسز. اف ال هو اللينث، طول عدد الـ عدد الفورين سنتنسز. وانا عندي هنا الانجليش سنتنس اي مكونة من مجموعة من الكلمات E1 E2 E3، واللينث تبعهم عدد الكلمات في هذه الجملة هي LE. يبقى عندي LF هو اللينث تبع الفورين، والLE هو اللينث تبع الإنجليش، تمام؟ وفي عندي هنا باستخدام alignment function ايش بدنا نعمل؟ بدنا لكل كلمة A جي بدنا نعمل align لفورين وورد اف اي باستخدام هذه الفانكشن. يبقى هنا مش اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 اي عفوا اي، وهنا اف 1 اف 2 اف 3. انا هنا باستخدام الالاينمنت فانكشن بدي اقول اي 1 بتروح لاف 3 مثلا، تمام؟ فبالتالي هنا عندي probability ل English word given هذه عبارة عن joint probability انه الالاينمنت given الفورين وورد، الالاينمنت فانكشن given الفورين وورد، تمام؟ فهنا عندي الابسلون، هذه هي عبارة عن normalization constant بس بستخدمها في النورماليزيشن، وعندي هذا القانون اللي هو اللينث تبع الفورين زائد واحد مرفوع للقوة لل اللينث تبع الفورين زائد واحد مرفوع للقوة لللينث تبع الانجليش. وهنا انا عندي حاصل ضرب البروبابيليتيز، كل انجليش وورد
given that foreign word at the translation. بمعنى نيجي هنا شو احتمال الداس انه تكون ترجمتها ذا ضرب داس انه تكون ترجمتها هاوس وهكذا هي عبارة عن حاصل ضرب للترانسليشن انه كل اي جي given that انه foreign word باستخدام الالاينمنت فانكشن اللي هي اي جي تمام ناخذ مثال المثال هذا هي انا عندي الاي وهي الترانسليشن تيبل كل ما تلاقوا تي معناها ترانسليشن تيبل ترانسليشن انه الاي given of in English word given a foreign word فالداس شو احتمال انه تكون ترجمتها the 0.7 that 0.15 وهذه كلها possible translation بس ب probabilities مختلفة بالضبط والهاوس نفس الكلام والاست نفس الكلام است هذه كلمة ألمانية تمام والكلين نفس الكلام ايش ليست الاي من وين نجيبها؟ هذا من الليكسيكال هذا من الليكسيكون هذا ليكسيكال ترانسليشن انه احنا مش حكينا انه هنا انه الهاوس انا في عندي بوسيبل ترانسليشنز حسب القاموس كلمة هاوس بالالماني في لها ترجمات عدة وانه الاكثر الترجمات شيوعا هي الهاوس والبيلدينج والاقل شيوعا هي الصدفه مش هيك القاموس انا باجي بتطلع في القاموس شو معنى كلمه كذا بقول لي ممكن تكون كذا ممكن تكون كذا ممكن تكون كذا ايش بروح بجيب الكاونتس الستاتستيك من الكوربوس تمام وبعدين بروح بجيب البروبابيليتيز هذه رحت عملت منها ترانسليشن تيبل تمام كل كلمة وإنه إيش الترجمات المقابلة لإلها تمام هي نفس الأرقام اللي في التيبل اللي إحنا شفناه فوق طيب بناء على الفورميلا اللي موجودة فوق هذا الترم بدكم تغيروه هذه 5 مرفوعة على القوى 4 هذه تمام هيها معدلة عندكم هنا تمام لأنه هي عبارة عن عدد الكلمات زائد 1 مرفوعة لعدد الكلمات وعدد الكلمات أنا عندي هنا في السورس والتارجت نفس الشيء تمام وبجيب حاصل الضرب إنه translation t translation the مع das ضرب لtranslation الhouse مع house والis مع الist وهكذا تمام اللي هي أخذت هذه وهذه 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 اللي هي أول واحدة اللي هي الموست بروبابل ترانسليشن من كل واحدة بيطلع أنا عندي هذا الرقم مع الإبسيلون وهذا زي ما حكينا إنه هذا عبارة عن ثابت إحنا بنستخدمه في النورماليزيشن تمام؟ أوكي؟ بدنا نستخدم هذا الكلام عشان نوجد الترانسليشنز تمام؟ للترانسليشن بدنا نجيبه من وين؟ من بارالل كوربوس هذه طبعا بارالل كوربوس للغتين نعرفش فيهم ولا حاجة تمام؟ فأنا عندي هذا السورس وهذا التارجت هدول جملتين aligned مع بعض هذه الجملة الثانية سورس وتارجت من بارالل كوربوس تمام؟ بدي أنا أجيب الالاينمنت باستخدام ايش الاكسبكتيشن ماكسمايزيشن الجوريثم تمام طيب هجيت احنا ايش بدنا نسوي بدنا نعمل استيميت للليكسيكال ترانسليشن بروبابيليتي اللي هي تي اي جيفن اف من وين من البارالل كوربوس ولكن ما عندناش alignment يعني هنا
هنا هاي الالاينمنت موجود، بس انا الالاينمنت مش موجود، ايش بدي اسوي؟ But we don't have the alignment. نيجي لمشكلة. لا احنا بدنا نطلع، لا ما طلعناش كل كلمه ايش معناها. حكيت انا بدي اعمل استيميت للليكسيكال ترانسليشن بروبابيليتيز. حكيت هذا التيبل، هذا من وين بدي اجيبه؟ من البارالل كوربوس. الترجمات البوسيبل ترانسليشن هذه موجوده في القاموس، بس البروبابيليتي من البارالل كوربوس. تمام، حكيت هنا بدنا نجيب الترانسليشن بروبابيليتيز هذه. تمام، حكيت بيجي لمشكلة الدجاجة والبيضة، مين أول، الدجاجة ولا البيضة؟ هنا إذا كان في عندي alignment بنقدر نعمل استيميت للباراميتر للجنريتيف موديل تبعه، وإذا كان عندي باراميترز، إذا كانت الباراميترز هذه موجودة بقدر أعمل استيميت للألاينمنت. اثنين بيعتمدوا على بعض. فإيش بنستخدم عشان نحل هذه المعضلة؟ بنستخدم الإكسبكتيشن ماكسمايزيشن. لما يكون في عندي هنا انكمبليت داتا، تمام، فإيش بنروح بنسوي؟ إذا كان عندي complete data بنعمل estimate للموديل، ولكن إذا كان في عندي موديل، تمام، ممكن نستخدمه عشان نعمل fill للجابس اللي موجودة في الـ data، الـ missing data اللي موجودة. ممكن باستخدام الموديل إنه إحنا نعاود إنه إحنا نعملها estimation، وبعديها برجع بعمل estimation للموديل مرة تانية من الـ data بعد ما كملنا البيانات، وهكذا. تمام، ببساطة شديدة انه الاكسبكتيشن ماكسمايزيشن، انه بروح بعمل initialize للباراميترز، مش هدول الباراميترز اللي انا بدي اعملهم استيميت، تمام، واللي من خلالهم انا بقدر اعمل استيميت للموديل، بروح بعملهم initialization انه يونيفورم، كلهم بروح بعطيهم نفس القيمة، يونيفورم كلهم بعطيهم نفس القيمة، تمام، بعملهم هذه initial value بناء على البارامترز هدول، بروح بعمل اساين للبروبابيليتي للميسنج داتا. البيانات انا عندي اللي مفقود المعلومات فيها، بروح بعمل اساين للبروبابيليتيز لإلها باستخدام الانيشال بارامترز اللي موجوده في الموديل. تمام، هاجيت الخطوه رقم 2، هذا بيؤدي لايش يصير عندي؟ انه البيانات صارت كومبليت، انه كل جمله فيها، كل كلمه في الجمله في لها translation probability، بغض النظر انه صح ولا مش صح، بضل estimation. ساعتها ايش بروح بعمل؟ estimate model parameters from the complete data. بعدين بروح بكرر الخطوات 2 و3 لغايه لما يصير في عندي convergence. ايش مفهوم الconvergence؟ بالضبط، انه ما يصيرش تغيير كل iteration انا بكررها، الiteration اللي انا عملتها النتيجه فيها نفس الiteration السابقه كذا مره. تمام، خلاص هيك صار في عندي حاله من الكونفيرجنس، ما فيش تغيير في الباراميترز ولا تغيير في الموديل، فبالتالي ستوب. تمام، فبضلني بعمل ريبيت لغايه لما يصير في عندي تقارب كونفيرجنس، لغايه لما انه ما يصيرش في عندي اختلاف في الباراميترز ولا اختلاف في الموديل. ناخذ هذا الكلام بمثال. طيب، حقيت هنا عندي كم جملة؟ ثلاث جمل، تمام، la maison, the house, la maison bleue,
the blue house, la flor و the flowers. هدول ثلاث جمل، وعندي هنا جمل كثيرة، شايفين حاطط نقاط نقاط نقاط. أجيت إيش معنات إنه أنا بروح بعمل initialize للموديل يونيفورم، بروح بشربك الدنيا كلها مع بعض، إنه أنا بدي أروح بديهم نفس القيمة، يعني بمعنى إنه لا احتمال إنه تكون ترجمتها ذا، واحتمال تكون ترجمتها هاوس، بشبكهم مع بعض، بعملهم إنه alignment مع بعض. والميزون نفس الإشي، وهنا شايفين التشبيكات، يعني إنه اللا راحت للذا والبلو والهاوس، ونفس الشيء بالنسبة للميزون وهكذا. تمام، هذه الستيب رقم واحد، initialize uniform. طيب حكيت الموديل انه مع الايتريشنز يفترض انه يتعلم انه لا دائما انه في الغالب بيصير لها align مع ده، فبالتالي انه الايتريشن اللي وراها بالضبط انه بتزيد، انا عندي الالاينمنت هنا انه بتزيد البروبابيليتي تبعت الالاينمنت انه عندي بهذا الشكل. تمام، وهنا برضه نفس الشيء انه لا مع ذا، وهنا لا مع ذا، هذا افتر وان اتريشن، فبتصير انه الالاينمنت هذا مور لايكلي، اكثر احتمالا يعني. بعد كمان اتريشن ايش صار؟ صار في عندي هنا انه الالاينمنت بين اللا والهاوس انه قلت، ولكن انه الميزون مع الهاوس انه زادت. بالضبط، لاحظوا انه اللا مع البلو راح اللينك، ما فيش الاينمنت، شالوا بالمره، ما فيش احتمال انه تكون انه اللا الاين للبلو، لكن انه البقيه ظلت زي هيك، والفلور واللا مع ذا والفلور مع الفلور انه زي هيك، انه هذه تقريبا خلص الالاينمنت تبعها، ولكن في الكوربوس لسه بدنا كمان اكمل اتريشن عشان انه يبقى هذه خط، هذه الكونفيرجنس. في الكونفيرجنس ايش بيصير؟ انه لا مع ذا والميزون مع الهاوس، لا مع لا، ميزون مع الهاوس، والبلو مع البلو، ولا مع ذا، والفلور مع الفلاورز، مع الفلاور. اوكي تمام. معنى ذلك انه هو كل مره بيعمل استيميت بيعدل البروبابيليتي، البروبابيليتي هذه قد تكون هي استيميشن، قد تكون مش صحيحه، ولكن برجع بعمل استيميت للموديل كمان مره، بضله يعمل اتريشنز اتريشنز لغايه لما يصير في عندي كونفرجنس، في هيك انا بصل للالاينمنت باستخدام الاكسبكتيشن ماكسمايزيشن الجوريثم. تمام، ف بالنهايه انا في عندي يعني لاحظوا انه هذه انه البروبابيليتي تبعت اللا انه بوينت 4.5. تمام، وهنا لو انه تكون الترجمه تبعتها ذا انه بوينت 3.3. لاحظوا هنا انه انا عندي الديفينيت ارتكل بالانجليزي انه هي واحده للماسكلين والفامينين، للمذكر وللمؤنث، ولكن بالفرنسيه في عندي لا وفي عندي لو، هذا او بالفرنسيه، في عندي ال تعريف للمذكر وال تعريف للمؤنث، وهي محسوبه، وزي ما حكيت لكم انه انا مش هدول الجمل بس، انا في عندي هاي نقاط في جمل كتير في الكوربس اللي موجود، انا عندي هنا في المثال لا ولا ولا كله للمؤنث. تمام، الميزون هاوس حسبنا البروبابيليتي، والبلو بلو حسبنا البروبابيليتي، هذه الفاينل بعد الكونفيرجنس، وهي في نقاط نقاط نقاط، طلعت الترانسليشن تيبل كله بالكامل بناء على الالاينمنت. تمام، يبقى تلخيصا للموضوع انه الاكسبكتيشن ماكسمايزيشن بيتكون من خطوتين، خطوة الاكسبكتيشن وخطوة الماكسمايزيشن. في خطوة الاكسبكتيشن شو بسوي؟ الموديل بروح بطبقه على البيانات. في خطوة الماكسمايزيشن بروح بعمل استيميت للموديل من البيانات.
طبعا تطبيق الموديل على البيانات معنى ذلك انه انا في عندي alignments تغيرت بناء على الموديل اللي انا جبته من الاتريشن السابقه، في انا عندي alignment تغيرت، تمام؟ فبروح انه انا بغير الالاينمنت، فبالتالي صار في تغيير من في البيانات. في خطوه الماكسمايزيشن البيانات الجديده اللي صار فيها تغيير هذه بدي اعمل استيميشن لموديل جديد منها، تمام؟ واضح؟ يبقى هنا iterate until convergence. بالضبط، اللي هي هاي خطوة 2 و3. كمان مرة هي موديل قصدك الخطوة هذه اللي هي الاستيميشن للموديل؟ مالها؟ هذه بتصير مرة واحدة؟ لا، كمان مرة. حقيت هنا أول خطوة بعمل initialize، تمام؟ حقيت ما دام إنه أنا صار عندي في يعني البيانات إنه صارت complete، أنا في الأول ما عنديش alignment، رحت إيش عملت؟ رحت شربكت الدنيا كلها، حطيت كل الاحتمالات كلها نفس الاحتمال uniform، رحت طبقت الموديل هذا، الموديل تبع الالاينمنت هذا اللي هو الشربكه، انه الكلمه هذه انه الايند لهذه الكلمه، والكلمه هذه انه الايند لهذه الكلمه، والكلمه هذه الايند لهذه الكلمه، وكله مشربك زي هيك، تمام؟ كله مع بعض. طب رحت هذا الالاينمنت موديل رحت طبقته على البيانات عشان ايش؟ احسب probabilities جديده، تمام؟ اجيت البروبابيليتيز الجديده، البيانات الجديده او التشبيكات الجديده اللي صارت انا عندي، تمام؟ صار فيها تغيير، اللي قبل لبعد ما طبقت الموديل صار فيها تغيير، فبروح بعمل استيميت للموديل جديد من البيانات هذه، تمام؟ بعدين بروح بعيد الكره، باخذ الموديل هذا الاستيميتد من الايتريشن السابقه، بروح بطبقه على البيانات، بتتغير الالاينمنت. بالضبط، رحنا شربكنا كل الدنيا، تغيرت الالاينمنت في الايتريشن اللي بعديها، تمام؟ فبروح بطبق الموديل على البيانات من على البيانات. بالضبط، الموديل الجديد على البيانات، فبتتغير الالاينمنت. البيانات اللي صار فيها تغيير بعمل استيميت لموديل جديد. بعدين في الخطوة الايتريشن اللي بعديها باخذ الموديل بطبقه على البيانات. بالضبط، تمام؟ واضح يا جماعة؟ مفهوم؟ حقت هذه الفاينل ستيب. ايش معنات استيميشن للموديل؟ انه انا بحسب probabilities، انا عندي ترانسليشن تيبل بحسب probabilities، تمام؟ مظبوط. كيف يعني؟ ايش يعني انه لما صحيح، صحيح، لانه estimated probabilities لغايه لما يصير convergence. بالضبط، يعني ببساطه انا في عندي خطوتين، في عندي خطوه alignment وفي عندي خطوه حساب probabilities، تمام؟ حقيت بعد ما يصير تتغير الالاينمنت يفترض تتغير البروبابيلتيز بناء على هذا الكلام، بالتالي انه هنا لاحظوا انه بس هنا مش حاطط البروبابيلتي، انه هنا زادت البروبابيلتي، هنا قلت، تمام؟ هنا انعدمت البروبابيلتي في هذا الخط. بالضبط، فبالتالي انعدمت البروبابيلتي، خلص ما فيش الاينمنت.
يعني احتمال انه لا given blue zero، تمام؟ فكل مرة بتتغير البروبابيليتي، كل مرة بتتغير لغاية لما تثبت تستقر وتكون الاستيميشن. هي معنات الاستيميشن، انه انا بحسب البروبابيليتي النهائية. وحساب البروبابيليتي هذا بيكون في خطوة في كل خطوة هنا في الاستيميت للموديل من البيانات. طبعا البيانات هي الالايند، تمام؟ اوكي، يبقى هنا probabilities of alignment، هنا تغيير في الالاينمنت، وهنا count collections، وهنا بحسب probabilities بعد، تمام؟ هذا الاكسبكتيشن وهذه الماكسمايزيشن. طيب هاي البروبابيليتيز، انا عندي ذا لا 0.7، ذا ميزون 0.1، تمام؟ والهاوس لا هذه القيمة 0.5، وهذه الهاوس ميزون 8، اللي هي أنا عندي أربع كلمات، تمام؟ هذه البروبابيليتيز تبعت هدول الكلمات. هاجيت الالاينمنت، هنا بروح بعمل كل الكيسز. إيش الكيس الأولى؟ انه لا بتروح للذا والميزون بيروح للهاوس. والكيس الثانية انه لا بتروح للذا والهاوس والميزون ملهاش حاجة، ملهاش الاينمنت. الكيس اللي بعديها بيصير العكس، انه الميزون ذا وهاوس واللا ملهاش الاينمنت. الحالة الرابعة انه اللا للهاوس والميزون للذا، اللي هي العكس، عكس الحالة الأولى، تمام؟ طبعا هنا انا عندي البروبابيليتي للانجلش وورد اي انه الالاينمنت اي جيفن اف انه هاي 56، وهذه 0.35 0.8 0.5، تمام؟ صحيح، مش انا ما بكونش عارف في الاول، انا بحطهم كلهم يونيفورم في الاول، وبتضلها تتغير 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 يعني لغايه لما انه انا وصلت انه انا في عندي اربع حالات alignments بهذا الشكل. كيف بدي احسب الكاونتس لهم؟ وهي انا عندي البروبابيليتي تبعتهم موجوده بهذا الشكل، تمام؟ فالبروبابيليتي عفوا الكاونت للذا given لا هي عبارة عن 0.24 8.8 من 10 8 4 2، تمام؟ اللي هي هذا الرقم زائد وين في عندي، انا عندي هنا لا مع الذا جاية، وين في كمان عندي هاي لا، هنا ما فيش لينك، تمام؟ فباخدش انه القيمة هنا في لينك، عفوا ما فيش لينك، تمام؟ فبالتالي انا عندي هي عبارة عن الرقم هذا بالاضافة للرقم هذا، تمام؟ اما ذا مع الميزون، شوفوا لي وين في ذا وميزون. هنا في ذا وميزون ما فيش لينك، هنا ما فيش لينك، هنا في لينك، تمام؟ اللي هي قديش؟ 18، تمام؟ والثانية اللي هي 007، فبالتالي انه الكاونت الجديد ايوه زي هيك. بناء على الكاونت الجديد بحسب probabilities وهكذا iterations. واضح يا شباب؟ هذه اي، تمام؟ الانجليش وورد
تمام، انه الالاينمنت جيفن الفورين وورد. هذه الالاينمنت، هذه probability تبعت الانجلش وورد، هذه probability تبعت الالاينمنت. لانه هنا احنا بنعمل probability تبعت الالاينمنت في الاكسبكتيشن، في الماكسمايزيشن بنروح بنعمل الكاونتس. الكاونتس اللي هي ايش؟ probabilities، يعني probabilities تبعت الكلمات مش الالاينمنت. أنا في عندي probability، شو احتمال إنه هذه الكلمة aligned لهذه الكلمة؟ هذه الـ probability تبعت الـ alignment، بضله إنه هو يتغير 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 لغاية لما إنه كل كلمة إنه aligned لو word معينة بتكون إنه في link بيناتهم بـ probability معينة، اللي ما فيش alignment بتكون zero، زي ما شفنا إنه هاي هذا اللينك zero، ما فيش. تمام؟ أما الكاونتس هي عبارة عن تكرار في الكلمات، انه انا باجي بحسب تكرار جديد انه قديش والله ذا given ميزون، كم مرة تكررت انه تكون ذا ترجمتها ميزون، فبالتالي هذا عبارة عن كاونت وهذا عبارة عن كاونت. اما هدول كلهم عباره عن probability، هذا probability انه كلمه given alignment ل foreign word، وهذا ال probability ل alignment given ال English word مع ال alignment مع ال foreign word. هذول التنتين؟ طيب نرجع لها. لا لا لا، لا 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 لا، يعني هنا كيف؟ صحيح صحيح، نعم يعني يعني هذه الفورميليشن، تمام، انه ذا جيفن هاوس للترانسليشن، انه هاوس جيفن هاوس ويذ ترانسليشن تي جيفن است، تمام، فهذه عباره عن هاي حاصل ضرب البروبابيليتيز، بيطلع لنا عندي هذا المقدار اللي هي البروبابيليتيز
بالظبط، واللي هي بالمناسبة إنه بتحسب نفس القانون، تمام، بس هي إنه هنا البارامترز أنا عندي بتختلف، إنه هذه هي بتكون البروبابيلتي تبعت الألاينمنت، تمام، وهذه بتيجي هنا، تمام، وعلى هذا الأساس إنه هنا البروبابيلتي تبعت الأي حتصير مش الإي، نفس القانون بالضبط. يبقى هذا البروبابيلتي تبعت الألاينمنت هذه الـ probability تبعت الـ English word، وهذه الـ probability تبعت الـ alignment، تمام؟ حكيت أنا ما بدي أجي أحسب الـ count، وزي ما حكيت إنه أنا بدي أطلع على الـ alignment هنا، مش أنا هلقيت هذا التغيير اللي صار عندي الـ alignment الجديدة، تمام؟ فحكيت إنه the given la، تمام؟ وين في أنا عندي لينك؟ في عندي لينك هنا، وفي عندي لينك هنا. هنا ما فيش، هنا ما فيش، تمام، فعشان هيك أخذت هذا الرقم زائد هذا الرقم، هذا الكاونت الجديد، تمام. حقيت بناء على الكاونت الجديد هذا اللي طلع معايا بدي أروح أكرر الإتريشنز وأحسب probabilities جديدة، مش probabilities بتيجي من الكاونت، تمام، بروح بحسب probabilities جديدة، تمام، وبعدين بروح انه ال alignments هذه اللي موجودة عندي ايش ال alignments الممكنة، تمام، وبروح بحسب ال counts الجديدة، وبعمل iterations كمان مرة، وهكذا وهكذا وهكذا. تلاحظوا انه يعني انه كل مره انه لما تكون في انا عندي البروبابيلتي تبعت الالاينمنت انه يعني انه يعني انه بتقارب من الصفر، فبالتالي انه خلص هذا الالاينمنت او هذا الاحتمال خلص بيروح. يعني بمعنى انتوا لو طلعتوا لي هنا بوضوح على هذا، ايش افضل الالاينمنت بالاربع حالات هدول، تمام، وقديش القيمة تبعته، وقديش البروبابيليتي تبعت الالاينمنت هذا، هي 0.8. الالاينمنت هذا مش صحيح، بس مجرد انه هو جاييني من الاتريشن السابقة بسبب انه انا ما كانتش عندي المعلومة هذه ورحت عملت استيميشن. هذا برضه قيمة ضئيلة، هذا برضه قيمة ضئيلة، الاتريشن اللي وراها يفترض انه البروبابيليتي هذه تزيد وهدول يقلوا. تمام، أحسن. كل iteration في الشرح الأمور بتتحسن شوية. تمام، صار convergence ولا لسه؟ إن شاء الله. طيب، حكيت مش هنا احنا حسبنا البروبابيليتي للاي مع الاي جيفن الاف الالاينمنت جيفن الفورين وورد، وشفنا الصياغه تبعتها، تمام، وحكينا انه احنا بس محتاجين انه احنا نبدل انه هنا بدها تصير اي وهنا الاي وهنا برضه بدنا نعكس. حكيت هذا الكلام، هي حكي لي اياه بحكي انه انا بدنا نحسب البروبابيليتي تبعت الاي given اي مع الاف، تمام، قال لك ولا يهمك نستخدم التشين رولز، التشين رول اللي احنا اخذناها سابقا في البايس، تمام. فالبروبابيليتي تبعت هاي عباره عن انه البروبابيليتي للاي مع الاي جيفن الاف على البروبابيليتي للاي جيفن الاف، تمام. فهذا هو الديفينيشن تبع الاي بي ام موديل 1، تمام. وي اوريدي هاف ذا فورمولا فور انه هذه موجوده عندنا في السلايد السابقه، خلص معنى ذلك انه بنقدر نحسبها، هي الفكره في الموضوع. فبالتالي انه هذا الترم انه بنقدر انه احنا نحسبه هذا، وزي ما حكينا انه هدول من كل البوسيبل
الالاينمنتس اللي موجوده عندي، انا في عندي اكثر من حاله، يعني عندي 4 حالات بوسيبل كيسز. تمام، حكينا انه كل iteration يفترض انه probability تبعت هذه تزيد وهذه انه تقل. فعندي كل حاجه انه يمكن انه هي تحسب، و probabilities هذه بتتغير مع iterations ببساطه شديده جدا. راح جمع لي الاي بي ام في بسودو كود. تمام، مش هشرح فيه ولا حاجه، خلص انه انا بالنسبه لي التو ستيبس هدول خلص كافيات. تمام، وي اتريت انتل كونفرجنس، واضح جدا بدون ما نطلع على بسودو كود. طبعا هنا معطيني مثال للكونفرجنس، انه هذا الانيشال، شايفين الانيشال كله قديش يونيفورم 4. تمام، بعد الفيرست اتريشن صار في تغيير. تمام، انه هاي الانجليش وهاي الفورين. تمام، بعد الاتريشن الثانيه انه في تغيير، لغايه لما في النهايه يصير البروبابيليتي تبعت الالاينمنت انه هذه واحد والباقي كله اصفار، انه هذه aligned لهذه الكلمه والباقي كله ما فيش لينك، صفر البروبابيليتي. تمام، والبوك مع البوتش انه بتكون انه واحد والبقيه انه اصفار وهكذا. ضايل 10 سلايدات، خليهم، لا انا خلصهم، ناخذ بريك وبنرجع لسلايدات ثانيه. طيب نرجع هنا للبربلكسيتي. تمام، هنا القياسات، تمام، بدل ما يقيس probability ايش قاس؟ perplexity. تمام، في انا عندي الكروس انتروبي الاتش، البربلكسيتي هي الانتروبي مرفوعه للقوه 2، وهي القانون تبعها. وبالمناسبه انه احنا لما ندخل اللوج 2، مش هي مرفوعه للقوه 2، لما ندخل اللوج 2 هذا القص بيطير. وهذه خذوها قاعده لسه حتمر علينا في سلايد ثانيه، انه دائما في البروبابيليتي بندخل اللوج، ليش؟ مش عشان نطير القص بس، حكيت مش هذا، حكينا انه هو عبارة عن حاصل ضرب probabilities. هذه حكيت الارقام العشرية عادة لما نضربها مع بعض ايش بيصير في الناتج، ما بالك انه هنا بدل ما كانت 0.7 مثلا نفترض 0.07 وهنا 0.008، فالناتج بصير 0.00. فبالتالي في كومبلكسيتي في الحسابات للفلوتينج بوينت، وممكن يصير في عندي اوفر فلو، فليش نعمل ضرب؟ خلينا نعمل جمع. كيف بدنا نعمل جمع؟ بندخل اللوج ببساطه، كلهم حايل في الحايل. ايش سؤالك يا استاذ؟ نعم، لا اتش اكس مرفوع للقوة 2 اس اتش اكس. مش بنرفعها لاس 2، مظبوط كلامك، لكن هنا انا بقصد انه لما ادخل اللوج للبيز 2 تمام، انه اللي موجود في الاس انا عندي بنزل تحت. لما ندخل لوج الأس بينزل تحت. تمام، فدخلت انا اللوج للطرفين، يعني هو عبارة عن سميشن لكل الجملة. الفكرة في الموضوع انه نفس التيبل هذا، بس بدل ما كان probabilities هنا ايش صار؟ perplexity.
هاي الانيشال الفيرست اتريشن السكند اتريشن تمام، لغاية انه يعني انه هاي مجموع البربلكسيتي انه في الاتريشن الاخيرة. ايش بتلاحظوا؟ انه هنا كان 4000، هنا صار 200، هنا 153، 131، هنا 113، وكل ما يقل بيكون احسن. اوكي، وهنا ثبت الابسيلون بواحد. طيب يبقى اي بي ام موديل واحد على ايش بيشتغل؟ بيشتغل على الليكسيكال ترانسليشن، بيعمل الاينمنت، بيعمل لي ترانسليشن تيبل، ليكسيكال ترانسليشن. تمام. اي بي ام موديل اثنين، لاحظوا انه هذا الاي بي ام موديل انه هو عباره عن يعني مكون، يعني انا عندي الترانسليشن الاستاتستيكال ماشين ترانسليشن هو عباره عن ايش؟ تي ام ترانسليشن موديل ضرب ال ام، صح؟ تمام. لقيت التي ام ترانسليشن موديل احنا ايش اشتغلنا عليه؟ انه هو اي بي ام موديل 1. لقيت هذا احنا ممكن نعمله ديكومبوز تمام، ونضيف كومبوننت او حدود ثانيه. ممكن نضيف مثلا هنا فيتشر معين وهنا فيتشر معين، واللانجوج موديل هذا احنا بنخليه زي ما هو، ما بنمسكوش منه، ما بنعملش فيه ولا شيء. حقيقة هذه الفيتشرز اللي احنا بنضيفها بتحسن الترانسليشن، وواحدة من هدول الشغلات انه احنا مثلا على سبيل المثال بدنا نعمل ري اوردرينج. ايش الري اوردرينج؟ انه انا لما بشتغل بنظام الفريزز انه الفريز هذا ممكن انه يصير له اعادة ري اوردر، يعني برضه هذه الشغلة حتلاقوها انه هي وضحت اكثر لما اشرح السلايد الثانية اللي هو موضوع الفريز بيست ماشين ترانسليشن، حتلاقوا انه وضحت ايش بنقصد هنا في موضوع الري اوردرينج. تمام. الاي بي ام موديل 3 بضيف فيتشر جديده لتحسين الترجمه، لتحسين ترانسليشن موديل. ايش هي؟ اللي هي الفيرتيليتي موديل. الفيرتيليتي موديل هي عباره عن نسبه او الريشيو تبعت اللينث تبع السيكونس اوف ترانسليتد وورد. تمام. يعني بمعنى اخر انه بحاول انه هو يقول لي انه هاو ميني فورين ووردز فور ايتش نيتيف وورد بروديوس، اللي هي الخصوبه بمعنى اخر، انه كل كلمه في الانجليش سنتنس قديش انه يقابلها انه هاو ميني بروديوس وورد ان ذا فورين لانجويج. تمام. او العكس صحيح، انه قديش كلمه في الفورين وورد في الفورين لانجويج انه بتقابل نيتيف انجليش وورد على سبيل المثال. فهذا موضوع انه 1 تو 1 تو، يعني انه ممكن تكون كلمه انه الها اكثر من ترجمه. تمام. يعني على سبيل المثال وسيعطيك هذه تحسب كلمة واحدة، صح؟ وبالإنجليزي and he will give you and he will give you، خمسة. الخصوبة تبعت الكلمة هذه عالية إنه produce so many words في الإنجليش. فبالتالي هاي بدنا ناخد بعين الاعتبار هدول الكلمات. الـ IBM موديل 3 takes care، يعني بياخد بعين الاعتبار هذه الشغلة. تمام؟ IBM موديل 4 relative reordering model، هنا absolute وهنا reordering، أنه بيعمل reordering للـ phrases. IBM موديل 5 أنه fix للـ deficiency، اللي هي أنه مدى كفاءة الموديل.
اوكي طيب، هانت ان شاء الله هانت. الورد الاينمنت اجيت بناء على الاي بي ام موديل هذا، ايش بسوي؟ بطلع الاينمنت، بروح بعمل ماتريكس زي هيك، تمام؟ وين ما في الاينمنت بروح بحط، انا عندي بضلل باللون الاسود في الماتريكس هذا، هنا انا بحط بسرد كل الكلمات في السورس لانجوج، وهنا بسرد كل الكلمات في التارجت لانجوج، تمام؟ ممكن يكون الاطوال مختلفه، بيهمنيش. وين ما في الاينمنت، ميشيل الاينس لا ميشيل، assumes بيصير لها اللاين لا ثلاث كلمات، وهكذا. طيب هاجيت لما يكون في عندي كلمة ممكن يصير لها alignment مع كلمتين، ايش الحل؟ انه هذه does نضللها هنا ولا نضللها هنا؟ وبالنسبة للمصطلحات كذلك، ايش بدنا نسوي؟ ايش اللي بدي اضلله بالضبط؟ هدول كلهم اضللهم هيك مع بعض ولا ايش اسامهم؟ فايش بنروح بنسوي؟ بدنا نحسب، بدنا نعرف اول حاجه word alignment quality، تمام؟ اللي هو alignment error rate AER، هو عباره عن واحد ماينس التقاطع، تمام؟ على الاتحاد. في انا عندي هنا corpus manually aligned two tags، التاج الاول sure alignment s، والتاج الثاني possible alignment b، والاس هي عبارة عن مجموعة جزئية من ال b. بروح انا عندي alignment معين a، كيف بدي احسب الاكيوريسي تبعته؟ بقول انه تقاطع الالاينمنت تبعي مع الشور الاينمنت زائد تقاطع الالاينمنت تبعي مع البوسيبل الاينمنت على عدد الشور، هذا كله اعداد، يعني انه قديش يعني مقدار التقاطع، كم قديش كم كلمه بتقاطعوا مع بعض. طيب حكيت في عندي اسلوب في الالاينمنت اسمه سيمترايزيشن، ايش هذا الاسلوب؟ انه عادة انه لما تكون في عندي ماني تو وان مابينج بيظهر انا في عندي عدة مشاكل، يعني انه هذه البيانات ما بتكون انه موجودة عندي، فساعتها ايش بدي اروح اسوي؟ بدي اروح اعمل تو الاينمنتس، واحد من السورس للتارجت والثاني من التارجت للسورس، وبروح بعمل الانترسكشن بيناتهم واليونيون بيناتهم، يعني هذا الانجليش تو سبانيش، تمام؟ هذا سبانيش تو انجليش. لاحظوا هنا انه هنا هذه الكلمات الانجليش، ماري ديد نوت سلاب، تمام؟ ذا جرين ويتش، هنا ماريا. ففي انا عندي هنا alignment، ظهر alignment مختلف هنا، انا عندي Spanish to English، أرش ايش بروح بعمل؟ بروح بعمل intersection بيناتهم، ايش ال intersection؟ وين ما في انا عندي هنا مضلل وهنا مضلل بروح بضلل. عندي على سبيل المثال هنا مضلل وهنا مش مضلل، بنضللش، هذا ال intersection. اليونيون هذا يعني وبندمجهم مع بعض، بندمجهم مع الانترسكشن، يعني البلاك هو الانترسكشن والجراي هي عبارة عن النقاط الإضافية اللي إجت من اليونيون، تمام؟ يعني هاي جاية من اليونيون،
هاي جاي من الانترسكشن. تمام. طيب في هذه الحالة بيظهر أنا عندي alignment، يعني ممكن يكون reliable أكثر، إنه يعتمد عليه أكثر. فبالتالي إنه هنا أنا عندي الإشكالية، على سبيل المثال أنا فيش عندي connection مع ال neighborhood، يعني إنه على سبيل المثال زي هيك. فبالتالي إنه صار في عندي هنا مع ال intersection صار في عندي تضليل لهذه النقطة وتضليل لهذه النقطة، فبالتالي إنه هذول التنتين صاروا متصلات. تمام. وممكن اني اضيف نقاط ب يعني ب... لل لل ان الايند ووردز من السورس اند اور التارجت عشان انا احسن التارجت. فبالتالي الانترسكشن واليونيون هو عباره عن اسلوب لتحسين الالاينمنت اللي انا نتج عندي من الاي بي ام، لانه في بعض المشاكل ممكن تظهر معايا. تمام. وكيف اقيس انه والله هذا الالاينمنت افضل من هذا الالاينمنت؟ في انا عندي ميجر انه انا اقيس هذه الشغله. تمام. في اي سؤال؟ واحد ناقص ايش؟ ما دام هذا ايرور ريت كل ما قل بيكون افضل، معنى ذلك انه انا عندي لما يكون زيرو هذا عباره عن بيرفكت الاينمنت، كل ما كان اكثر. بقدرش اقول انه هو المدى تبعه لواحد، ممكن يكون ثلاثه، ممكن يكون سبعه، هذا عباره عن ايرور، والايرور ناتج بالضبط. تمام. في اي سؤال؟ حتى لو كان فيها يعني. طيب خلينا ناخذ بريك ونبدأ موضوع جديد إن شاء الله.